يا ربي كاع تكونوا غايا وانتم تشوفوا في لا فيديو. كما راكم تشوفوا اليوم عميرتي طليت عليكم بواحد النموذج روعه نتاع العلب اللي راهم بزاف بزاف مطلوبين وراهم طندوس على مواقع التواصل الاجتماعي. جبتهم لكم كما راكم تشوفوا طريقه سهله عندهم عده استعمالات. البنات ممكن ديروهم تقدموا فيهم هديه كما ممكن تقدموا فيهم الشوكولا بما انه رانا على على ابواب دخول السنه الميلاديه الجديده. الوغ ما عليكم غير تخدموهم هكا وتقدموهم للاصدقاء. ممكن تقدميها للزوج تاعك كيما ممكن تقدميها لوالديك. كيما راكم تشوفوا جي روعه روعه ان شاء الله برك تعجبكم. واللي بغات تشوف الطريقه وكيفاش صنعنا هاد العلبه مالها غير تهود تحت الفيديو دير لي اشتراك في القناه بتفعيل الجرس البنات وما تنسوش الجام كثروا جام 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 هكا باش دائما دائما تحمسونا ونجيب لكم جديد. كيما راكم تشوفوا ما نطولش عليكم الزينه ونقول لكم حطوا نجام ونبدو على بركه الله نقولوا مع بعض بسم الله. غادي نحتاجوا اليوم عندنا بزاف بزاف مكونات بسيطه. كيما راكم تشوفوا عندنا هذا ورق الفوم، هذا ورق الفوم تروحي تشريه عند المكتبات اللي يبيعوا صوالح القرايه نتاع البزوز. كيما راكم تشوفوا يجي كيما هكا شواله يجي هنايا لاصق هنايا يطير تلصقيه بلا ما تستخدمي الكولا. هذا الشيره يدير 2000 ما يعادل 2000 دينار. شوفوا كاين هذا النوعيه اللي تجي كيما راكم تشوفوا كيما هكا وكاين هذه اللي تجي بايتي. هذه شوفوا تجي كي شغل تحسبوها كيما الدان هذاك اللي يجي بايتي. المهم هي نفس البري لو ميم بري سيتادير هذا 2000 وهذا 2000 وهذا الثاني جبت من هذيك النوعيه البنات اللي تلصق منا كيما راكم تشوفوا نفس النوعيه. المهم البنات واش راح نحتاجو ثاني عندنا هذا كيتر، هذا اللي هو الكيتر البنات هذا يدير 12000 اللي هي 12000. كاين كبير ويجي معاه عده شفرات راه يدير 30000. الوغ انايا ما بغيتش نشريه كما تعرفوا ما غاديش نخدم به بزاف، شريت غير هذا وهذا ويقضي يقضي صالحه. المهم الشيرات نسحقوا هاد الزجاج عفوا هاد القارورات هادو البلاستيكيه. شوفوا الشيرات شرو هاد الكاليتي، هادي نورمالمون حمود سيدي قاده، هادي سيدي قاده الشيرات تاع دو لتر هي اللي تساعدكم لانه منها تجي ملساء ما يجيش فيها هادوك التدرجات. المهم هذه هي الشيرات وهنا نحتاجو كرتون. استخدموا البنات اي نوعيه تاع كرتون تكون عندكم، انا هنا كانت عندي غير هذه متوفره غادي نخدم معكم بهذه. نتوما الا كانت عندكم هذيك النوعيه اللي تجي شويه خشينه تكون احسن، على بالي هضرت بزاف بصح هكا باش نوضح لكم. المهم الشيرات كما قلت لكم نروحوا دروك مباشره الى تطبيق العمل تاعنا. راح نقصوا البنات هاد القاروره تاعنا. هنايا الشيرات غادي نقصها انا بهذا الشكل. شوفوا هذا الكيتو غادي يساعدكم غايه خير من انكم تقعدوا تخدموا هاولا يقص صغير. المهم البنات انا غادي نقصها منا حتى لهنا. المهم هذا الجزء غادي نخدم لكم عمل به ان شاء الله يكون فيديو ثاني وهذا الجزء ايضا. المهم انا غادي نحتاج غير هذه الجهه راح نقصها ونرجع لكم. هنا الشيرات راني قسمت القراره تاعي القاروره عفوا تاعي كيما راكم تشوفوا هنا. معليش اللي ما عندهاش هذا الكيتر استغني عليه واستخدمي المقص نورمال. المهم قصيه بكل حذر البنات. هذا هو انا الطول اللي غادي نديرو للعلبه تاعي. انتيا ممكن تناقصي الا بغيتيها علبه صغيره. المهم البنات هذه هي. الان واش راح ندير راح نسقم لها هاد الاطراف. هنا الشيرات هاي الحجم اللي احتاجيته انا. دونك شنو غادي نديرو البنات غادي نسيو ندخلو هذه كيما هكا راح ندخلوها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا وراح نزيروا عليها باش تعطينا. هنا غادي نديرها انا على شكل القلب. هكا يسيو برك تزيروا غايه بهذا الشكل البنات هكا. وهنا رايحه نديرو بعد ما نزيروا غادي تساعدكم غايه القرعه البنات ما تخافوش. هنا غادي نزيرو بهذا الشكل. لا كاع على خفتي جيبي حاجه كيما اي حاجه تكون عندك هكا بهذا الشكل. ها هي شوفوا البنات عطاتنا هذاك الشكل نتاع القلب. بنفس الشيء ممكن انك هنايا تدخلي حاجه وتبقي تزيري عليها. المهم البنات كيما راكم تشوفوا عطاتني هذا الشكل نتاع القلب.
لانه انا بغيت القرعه تاعي، عفوا العلبه تاعي، درت القرعه هذه كي قطعناها منها على شكل قلب. انتيا ممكن دي تخليها دائره، كما ممكن ديريها مربع تبقى حسب الرغبه. المهم الشيات هنا اش غادي نديرو، رايحه نجيب هذاك الكرتون. قلت لكم الكرتون استخدموا اي نوعيه عندكم، انا درت هذا كان متوفر عندي. انتيا لا بغيتي تخدميه ديري نوعيه هذيك اللي تكون خشينه، كما ممكن هذا ودوبلي على اثنين. المهم الشيات اش غادي نديرو، نجيبوا هذاك الشكل اللي خدمناه، رايحه نقطعو ندو عليه الشكل تاعه اللي هو قلب بهذا الشكل. من الاحسن تخدموا كيما هكا شيرات باش ما تجيكمش جهه كبيره على جهه. كيما راكم تشوفوا انا هنا راهي بان لي اش غادي ندير، راح نقطعوه بالكيتر كيما ممكن نقطعوه بالمقص، نقطع اثنين ونرجع معاكم. هنا البنات سي بون، راني درت القلب اللي غادي نديره من تحت. المهم راني درت اثنين لانه غادي ندير واحد من فوق واحد من تحت. الان واش راح نديرو، نحسبوا هنا شحال عندنا لو تور نتاع القلب تاعنا اللي هو الكوغ. راح ناخذ شريط طويل من الكرتون، نفس الكرتون البنات. هنا غادي ندير انا، شوفوا معايا غادي ندير هنا كما راكم تشوفوا عندي هنايا تقريبا 2 سنتيم، وهنا غادي ندير 4 سنتيم بهذا الشكل. غادي نكمل هنا، لازم لكم ترسموا في كامل الشريط باش بعدا كي تقصوا ما تجيكمش وحده على وحده، هكا يجيكم نفس العرض ونفس الطول. المهم الشيرات غادي نقصهم هنا، غادي يعطوني اثنين نتاع الشرائط، قصوهم عادي جدا بهذا الشكل، قصوهم نورمال هكذا. المهم البنات غادي نكمل نقصهم ونولي معكم. حاول البنات هنا راني قطعت اثنين شرائط، اش غادي ديروا؟ غادي تقيسيو هنا تعبروا عليهم بهذا الشكل البنات هكذا. هنا رايحه نزيد فيه غير شويه كما راكم تشوفوا ما جانيش كامل. المهم غادي نزيدنهم ونولي لكم. هنا البنات سي بون راني درت، وهذيك الزياده اللي زدتها راني لصقتها بهذا السكوتش كما هكا. دروك اش غادي نديرو، ناخذو هذاك لو كور. لازم البنات تتاكدوا باللي راه جايكم سور ميزور، هنايا لازم تعاودوا تتاكدوا باللي ما راه فيه حتى زياده ولا هكا، باش من بعد كي لصقوه ما نقوش بروبليم. المهم البنات كيما راكم تشوفوا هكا نورمالمون، ولا لقيتو كزياده قلعوها غير بالكيتر كيما هكا نورمالمون راه نيشان. رايحه نجيبو هذاك الورق اللي قلت لكم غادي نزينو به الشيرات. هنا شديرو كذبوا هذاك الورق اللي قلت لكم هذاك الفوم، ورق الفوم، راح نعبروا عليه هذاك القلوب تاعنا ونرسمهم قلم الرصاص. من بعد عادي جدا نجيبو نقص، وراح نقصوهم بهذه الطريقه، نقصوهم بطريقه عاديه جدا. المهم البنات غادي نكمل انا هكا نقصهم كاع ونولي معكم. هنا البنات كما راكم تشوفوني قطعت هذوك القلوب، غادي نجيبو هذا القلب تاعنا رايح نغلفوه بهذه الطريقه من الجهتين، معناها من هذا الكوتي هكذا، وريحه نزيدو ايضا نغلفوه من الكوتي الثاني بنفس الطريقه البنات. المهم بهذه الطريقه غادي نغلفوهم من جهتين. وهنايا ممكن البنات ما تقيلوش بيا انا وتغلفوا بهذا، غادي نغلفهم ونولي معكم. البنات كما راكم تشوفوا بعد ما رانا درنا هذوك القلوب تاعنا، صاي انا هنا راني غلفتهم هاد الجهه اللي تجي من الفوق غلفتها بهاد اللي جي بايتي. المهم تبقى لكم نتوما حسب الرغبه. وهادو شرائط البنات اللي درناهم تاع 2 سنتيم راني تاني غلفتهم. هنا ما تقيدوش بواش درت انا، ممكن ديروا لون مغاير، انا فقط بغيت نعطيكم هكا فكره. واش راح نديروا البنات الان، رايحه نقدبوا هذوك القلوب تاعنا، رايحه نسيو ندو الكوتي اللي تكون الشابه نديروها من الاسفل. والان رايحه ناخذ هذا الشريط اللي رانا خدمناه معايا بعض البنات، ورايحه نسيو بهذا الشكل البنات هنايا، دوروه هكا باش يساعدكم كي نبقوا نبليو في القلب تاعنا البنات وما يديرونجيكمش. كيما راكم تشوفوا غادي ندي هكا ونبقى نديرو ساير داير هنايا الشريط، تبغوا تشدوه بالسكوتش كيما ممكن البنات انكم تشدوه بالبيستولي. البنات انا هنا غادي نشد نخدمه بالبيستولي كيما راكم تشوفوا. اول حاجه راح نخلو البيستولي تاعنا يحمى غايه، راح نديرو هكا في الاطراف ايا، ونبقوا بهذا الشكل نشدو فيه
المهم ديروه ساير داير البنات بهذا الشكل، رايح يلصق وحده. غادي نكمل نديرو ساير داير ونرجع معكم. راكم تشوفوا الشيرات بنفس هذه الطريقه راني نخدم هكا باش ما يغبنكمش. شوالا هنا حرزوا روحكم في البيستولي البنات، ما تخلوهش يقعد يبان هكا باش ما يخسر لكمش الخدمه تاعكم. نبقوا نحطوا هكا فوقه بهذه الطريقه البنات، ساعفوه برك. المهم انه تكونوا حميتوا الكولا الاولى البيستولي تاعكم طري طري بيان. المهم هكا رانا لحقنا نتحصلوا على هذا الشكل كما راكم تشوفوا البنات معايا. وانا غادي ندير هنايا هكا باش تلصق لي، تثبت لي جيد، تلصق لي مليح كيما نقولوا، ما تعاودش تنحل. شفتوا الشيرات نفس الطريقه اللي درتها مع هذه، غادي نديرها مع الزوجه ونولي معكم هكا باش نشوفوا العلبه تاعنا في التزيين النهائي والاخير. البنات غادي نحتاجوا هذو الوريدات اللي ممكن تعوضوها باي حاجه واحده اخرى، انا درتهم فقط كتزيين، راني زينت بهم هنايا بالبيستولي، استخدمت فقط البيستولي ولصقتهم هكا عشوائيا البنات، ما ديرولهمش فقط. وممكن ديري من لي كوتي في زوج، انا درت فقط جهه واحده هكذا. المهم البنات هنايا درت ساير داير كامل بهذا ثاني ليزيستراس. هادو البنات راكم تعرفوهم كاع، يتباعوا عند اللي يبيعوا صوالح نتاع الخياطه. المهم درتهم هكا ساير داير كيما ممكن تخليهم سامبل. المهم كانت عندي هاد البابيون كيما راكم تشوفوا، وخدمت هاد البابيون اوسي بهذه الطريقه البنات. هنايا نقيسوا بيان سور، نعبروا وما تنسوش دائما دائما سقموا هاد الاطراف، ها ندخلوهم هكا. المهم البنات بهذه الطريقه ها هي كيما راكم تشوفوا، يجي روعه روعه صدقوني. والتزيين يبقى اختياري حسب الرغبه تاع كل وحده فيكم. المهم البنات غادي نزيد نزينه ونرجع معكم هكا. وصلنا لنهايه الفيديو نتاعنا تاع نهار اليوم كيما راكم تشوفوا، كان هذا هو النموذج نتاعنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله برك يكون نال اعجابكم البنات. انا هنا كيما راكم تشوفوا راح نقلع لكم هكا باش تشوفوا، راني زينته هنايا بهذا الوريدات. كيما ممكن البنات نتوما ديروا فيه الكاطو، ديروا فيه الشوكولا بما انه راه العام الجديد راه قريب، ممكن ديري فيه الشمعه، زينوهم بالشمعة كيما تبغوا البنات، بصح ما تشعلوش فيه الشمعه، فقط زينه هذه علبه للتزيين فقط. كيما راكم تشوفوا البنات تخوني تجي روعه روعه كيما راكم تشوفوا، تزيين راقي وجد جد بسيط، يجي روعه البنات. هذه تبقى خطوه اختياريه، وهذا نلصقوه مع التحتاني باش نقدروا هكا نرفدوه وما يطيحناش. كيما قلت لكم ممكن ما ديروش كامل، كيما ممكن هنا تلونوا، انا خليتها ترونسبارون، بغيت نلونوه نلون هاد القرعه تاعنا البنات، خليتها كيما راها هكا باش يبان واش راني حاطه من الداخل. هذا هو النموذج تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما عليكم غير تخلونا جيم ابوني لاشين، ولكم سلام.